تعاون مثمر بين جامعة الشعب الصينية ومؤسسة بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية الصينية تمثل في إقامة احتفالية بالقاهرة لتوقيع عقد ترجمة ونشر كتاب البحث عن انطلاقة عالمية للاقتصاد الصيني، وهي خطوة تعد واحدة من التبادلات الثقافية المتميزة بين الصين ومصر في السنوات الأخيرة في مجال الترجمة والنشر العلمي. الترجمة بين الصينية والعربية شهدت رواج كبير جدا بترجمة كثير من الأعمال من الصينية وإليها، مش بس بتعرف القارئ العربي على الصين أكتر وعلى الدول العربية أكتر والثقافة العربية والإسلامية، بل بالعكس بقى لها دور اقتصادي كبير جدا، لأنها بدأ كثير من الباحثين في مجال الاقتصاد والسياسة والقانون والفلسفة لديهم نقول ميول كبيرة جدا ورغبة كبيرة في التعرف على المارد الصيني الكبير، كيف كبر وكيف تمدد اقتصاديا وعلميا وأكاديميا في كل شيء. فيما احتفل الحضور أيضا بإصدار الترجمة العربية لكتابي تاريخ الاقتراع بالحبوب ودور الصين في الحوكمة العالمية. الحوكمة ودور الصين في الحوكمة العالمية، هذا الكتاب يتميز بأنه يواكب التطورات التي تحدث في العالم والدور الصيني المتنامي على المستوى العالمي في وضع هذه الأسس وترسيخ فكرة الحوكمة. رئيس جامعة الشعب الصينية استثمر هذه المناسبة ليؤكد أن العلاقات بين الدول قائمة على الترابط بين الشعوب، مضيفا أن جامعة الشعب الصينية تعمل دائما على اللحاق بركب التطور. التنمية تلعب دورا مهما في تعميق التفاهم المتبادل بين الشعبين الصيني والمصري وتوطيد العلاقة بين البلدين، ودائما ما كانت جامعة الشعب الصينية وهي أول جامعة تأسست من قبل الحزب الشيوعي الصيني تعمل على اللحاق بركب العصر وتقوم بدور إيجابي في مسارات التبادلات الودية بين مصر والصين. مؤسسة دار نشر جامعة الشعب الصينية وقعت على اتفاق نقل حقوق التأليف والنشر لأكثر من 20 عنوانا مع بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية الصينية، معظمها يتمحور حول المفاهيم التي يتبناها الرئيس الصيني شي جين بين ومبادرة الحزام والطريق ومسؤولية الصين نحو العالم. مستجاب عبد الله، سجتين العربية، القاهرة.